السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده تعبان البحر ده نادر جدا جدا جدا. احنا كنا في رحلة صيد كبيرة جدا جدا، بس دي المقدمة بتاعة الرحلة. يعني ان شاء الله باذن الله بكرة، يعني في اقرب فصل ان شاء الله هحاول اجمع الفيديوهات بتاعة الرحلة الكبيرة دي، بس مقدمة بس صغيرة بس لقينا فيها تعبان البحر النادر ده. هو حتى خليكم تشوفوه، يعني دي بعض الصور للسمك اللي انا اصطادته. طبعا ان شاء الله باذن الله.